التالية بخصوص هذا الموضوع. أولا عملت الحكومة على توفير وضمان عدد من الحقوق للأساتذة وطور التدريس موظفين عبر الأكاديمية الجهوية للطب والتكوين، وذلك في إطار النظام الأساسي والذي يتيح نفس الحقوق المتعلقة بالأجر، ترقي الرتبة والدرجة، التغذية الصحية، الحماية الاجتماعية، الحق في التقاعد، الحق في الانتماء النقابي، الحق في الانتقال. وكان منصوص النظام الأساسي على الانتقال داخل الجهة، ومن بعد وزارة عملت على تطوير هذا الأمر. إذن هذا التوجه الأول بالنسبة إلينا، بالنظر إلى الدور الأساسي والمحوري لأطر التدريس في الأكاديميات على مستوى محاربة الاكتظاظ، وهنا لابد من التنويه بالدور ديالو. اليوم 55,000 وهنالك 15,000 الآن يعني تستفيد من التكوين، بمعنى حوالي 70,000. والنتيجة الأولية لانخراط الفوج الأول والفوج الثاني، الفوج الأول 35,000 والفوج الثاني 20,000 2017-2018، النتيجة كانت تقليص الهدر المدرسي من حوالي 65% في القسم إلى الاكتظاظ من 65% في القسم، تقليص الاكتظاظ في الأقسام من 65% في القسم إلى 35 في حدود زيادة من 90% من الأقسام. والآن مع العملية ديال التوظيف التي ستتم ستمكننا من تقليص معتبر للاكتظاظ في الأقسام، ولهذا نؤكد على أن الإصلاح لمنظومة التربية والتكوين لا يمكنه أن يتم إلا بضمان استقرار مهني وأمن وظيفي للأساتذة أطر التدريس، ليكونوا في وضعية مريحة باعتبارهم حلقة أساسية في هذا الإصلاح. هذه مسألة ثانية ينبغي التأكيد عليها. لذا إحنا موضوع الأمن الوظيفي والاستقرار قطعنا واحد خطوة مهمة تتعلق بال النظام الأساسي. المسألة الثالثة والتي أود التأكيد عليها تتعلق بأن بصريح السيد وزير التربية الوطنية بمجلس المستشار في البرلمان هذه الدورة بداية هذه السنة، من التأكيد على الترسيم أنه بعد سنتين كما يجري به العمل على مستوى حتى الوظيفة العمومية، الترسيم بما يتيح الإدماج في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأن الإجراءات التي اتخذت هذا السبب نظر إلى أن الفوج الأول والفوج الثاني التحقوا قبل صدور النظام الأساسي، وهذا الأمر يطرح مشكلة تتعلق بضمان إعادة ترتيب المعنيين بالأمر في الدرجة الثانية بدلا من الطبقة ألف، والرتبة الأولى مع الرقم الاستبدالي المماثل لها 250 بدلا من الصف رقم واحد، وذلك في أفق اجتياز امتحان التأهيل المهني الذي يعتبر بمثابة ترسيم، وينتج عن هذا الترسيم ترقي إلى الرتبة الثانية ذات الرقم الاستبدالي 300 من الدرجة الثانية سلم 10، وكل ذلك من أجل مماثلة الوضعية الإدارية للأساتذة والأستاذات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع وضعية باقي أطر هيئة التدريس الخاضعين من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. إذن ترسيم مع الأكاديمية. المسألة الرابعة التي أود التأكيد عليها اليوم
وهي أن الحكومة منفتحة على كل ما يمكن أن يؤدي إلى تطوير النظام الأساسي. يعني أي ملاحظة، أي نقطة تعتبر من تعتبر مخلة بمبدأ المساواة أو تمثل مشكل، إحنا مستعدين منفتحين، وهذا الأمر سبق أن عبرت عنه. فأي ملاحظة، أي اقتراح يؤدي إلى تطوير النظام الأساسي لتوفير وتعزيز الضمانات ديال الحقوق التي تعتبر بالنسبه الينا واحد الشرط اساسي حتى يطلع الاساتذه والاستاذات الاطر ديال التدريس بالاكاديميات بمهامهم في التدريس، على اعتبار ان الحصيله كما يؤكد ذلك السيد وزير التربيه الوطنيه، الحصيله ديال هاد الفقره لأن النظام 2017-2018 كانت حصيلة مشجعة في الأداء ديالهم وفي الجدية ديالهم وفي العمل ديالهم، وهذا واحد الشيء يعني نؤكد على تنويه به. إذن هذه أربعة ديال النقاط في الموضوع ديال الأساتذة حريص على التوضيح ديالها والتأكيد عليها.